في حفل فني ساهر أمس الجمعة وعلى إيقاعات شبابية صاخبة. حلق نجوم الأغنية المغربية الشبابية نعمان بالعياشي وعماد بن عمر وتيوتيو عاليا في سماء مدينة سلا في إطار الدورة 17 من مهرجان موازين إيقاعات العالم. إيقاعات العالم امتزجت بإيقاعات مغربية نجومها شباب أهدوا الجمهور سلاوي لحظات فنية حافلة بالحماسة تخللتها باقة من أجمل وأشهر أغانيهم، إضافة إلى بعض الأغاني المغربية والعربية الدائعة الصيت. نعمان بالعياشي بدوره اعتلى المسرح في احتفالية الأغنية المغربية بامتياز، ولم ينتظر نهاية الحفل ليلتحف بالعالم المغربي ويشرع في أداء بعض من أعماله الخاصة مثل بنت الحومة ومدام تي وجامد النيت. وأدى بالعياشي أيضا مقطارات من أغاني نجوم المغاربة شباب حققوا شهرة كبيرة مثل حسبني طماع لحاتم عمور، ومقطارات من فن الراي مع البوليسية لشاب مامي نكوي قلبي، ومن الموسيقى الشعبية المغربية جون نيمار ومولكوتشي. الفنان تيوتيو بدأ بدوره منبهرا بتفاعل جمهور الأغنية المغربية مع أغانيه التي تحقق نجاحا لافتا، منها أستا الويغو رفقة زهير البهاوي التي حققت 147 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، والمريولة ودو دو وتيامو وكيكنتي، مخاطبا جمهوره بين الفينة والأخرى في جو حماسي استمتع به الجمهور. وعلى امتداد دورات مهرجان موازين أضحت منصة سلا واجهة للأغنية المغربية بامتياز، سواء من خلال استضافتها لنجوم الفن الشعبي والموسيقى الكلاسيكية أو نجوم الأغنية الشبابية العصرية.